مرحبا. صار فينا نغني مثل رجعت الشتوية، رجعت الخماسية، ومع ألحان ونغمات رئاسية. والخماسية يا أخواني الكرام هي دول أمريكا، فرنسا، سعودية، قطر، مصر، وفي بالخلفية من دون ظهور على الشاشة دولة إيران. هي بعيدة وقريبة بنفس الوقت، ما بتتدخل بس بيحسبوا حسابها. ما بينلعب معي، ومثل ما بقلك بتعملي ومن تم ساكت. هلأ هول كلهم عم يقنعوا اللبنانية انه خلص بقى حالكم، يصير عندكم رئيس. ايش ما بتستحوا جرستوا الخليقة. يا مصيبتنا ويا جرستنا، شو نحنا معنا غيركم؟ في دول ناطرتنا بعد، فيا ريت تهموها معنا ونحط ايدينا بايدين بعض، ويلا على الرئيس. واوعى جون ايف لودريان ويلاقيكم بعدكم مخانقين على المواصفات، بيزعل جون، بيعصب. والله انا بدي رئيسي اخذ كل هالمناحيس يشيلهم من الادارات ويعملهم حبيس. واذا عصب ممكن يصير معه شي سكتة رئاسية، وانتو ساعتها ما بتتحملوا المسؤولية. هيك انحطينا ببيت الياك، كش رئيس، فرجونا لنشوف، وبلا ما توقعوا بالنقطة كيف رح نترجم هالمساعي. نحنا بلد الهمم، ونحنا يلي عايشين ببلد دخل بالحرب وما رح توقف إذا ما وقفت بغزة. أيام كلهم شطورين، عارفين إنه هيدا صوت، شفتوا ما في شيء، شكي حسن هيدا بس صوت. بقصف عمره اللي بيجاوبه. كيف؟ من بعد ما تصالحت الخماسية مع بعضها، لأنه الظاهر كانوا مقبرين، إجت لتصالحنا نحنا المخانقين. أنا يا ما عملتي ليكي ولا حاجة بتتمر فيكي، بترجي الكلمة بعشرة مش عاملة حسابي. انتو خمس دول بس نحنا كل حي دولة، كل طائفة جمهورية، كل شارع زعيم. يعني على سبيل المثال وليس الحصر، نبيه بري مش كيف ممكن تلحمونا؟ منجيب لهم منجم مغربي براجة بصارة. فريق بده رئيس بس ما بده حوار، وفريق بيقول لك لا بلا حوار بتزبطش. فكانت الحاجة هون أم الاختراع، هات لنستعين بفريق الاعتدال النيابي وفريق لبنان الجديد، ببلشوا هني حوار وتشاور وبيعملوا إغراءات وستربتيز نيابي وبيلحقون الكل. فينا نجمع مجموعة من كل كتلة، نائب أو نائبين بتسميهم كتلتون، بين هول الطرحين يرتقي أحدهم لمستوى المبادرة في حال تم التجاوب معنا. أنا راح ورجع عريان. حلوة الفكرة، ملعوبة، وخصوصا أنه في بهالكتلتين نواب من جميع الطوائف، وفي طبش من الطائفة السنية اللي عم بتعبي الفراغ من بعد ما تبين أنه الرئيس سعد الحريري بعد ما إجا وقته للحلم. وبالنتيجة مثل ما بقولوا كل شيء لوقته حلو. معقول البلاوة صار له إجرام؟ ويا حلو شو بخاف إني ضيعك. يعني بس تخلص الحرب بغزة والجنوب، وبس ننتخب رئيس جمهورية ويرجع البلد يعمر ويزدهر، منكون كلفنا خاطرك. أنا بعتقد أنه الإشارة الإيجابية الحقيقية كي يعود الرئيس الحريري إلى العمل السياسي يجب أن ترسل من السعودية. شو؟ بزلغت من هلأ ولا بنطر النتيجة؟ لا الحريري عنده تصريح مرور ولا البلد ماشي. ومن هون خدوها مني، إذا اللبنانية ناويين يصفوا القلوب، لا حول الله، لا بدق المي ويا مي، بدي خلاص. بس اسمعوا تصريحات جبران باسيل شو ناوي يعمل بالمستقبل. نحن مستعدين نعمل كل شيء، كل شيء يعني كل شيء، لما وجودنا ودورنا. طب هيدا كيف ممكن تتعاطى معه الخماسية؟ كبروا عقلكم يا شيخ، وممكن تخلص الحرب بغزة وتهدى بالجنوب ونعمل حل الدولتين. وما نقدر نقنع جبران بانتخاب رئيس. ايه والله.